الجزء الحادي عشر من سلسلة مورتال كومبات ممكن نسميه هو جزء البداية، لأنه متعلق بشكل مباشر بقصة اللعبة الأصلية خالص واللي كانت في أول أجزاء فيها. مجموعة مقاتلين ومتنافسين داخلين بطولة اسمها مورتال كومبات، وبعدين منظم البطولة بتعرف إن ليه أهداف أكبر من مجرد القتال بين شوية مقاتلين إن هو يعمل شو، وساعتها تبدأ أحداث السلسلة كلها لحد الجزء العاشر اللي الشخصيات حصل عليها تغيير كبير قوي فيه. لكن مع الجزء الحداشر التغيير على الشخصيات كان أكبر بكتير جدا. في بداية قصة السلسلة خالص في أول أجزاء فيه فيها شخصيات كتير ما كانش ليها ملامح ولسه كلهم مش بيحبوا بعض عشان كلهم داخلين بطولة نفس بعض فيها، انما مع الوقت وتقدم الاحداث الشخصيات بدأت تتصاحب على بعض وبدأ يكون عداوات، وجزء منهم بينضم للجانب الطيب وجزء بينضم للجانب الشرير، وجزء كمان بينضم للجانب بتاعه الشخصي وملوش قضية بيقاتل عشانها. حصل تغييرات كتير على الشخصيات وطباعها في العشر اجزاء الاولى من اللعبة، لكن في الجزء الحداشر الشخصيات القديمة اللي ما كانش ليها جانب او قضية معينة بترجع تاني بسبب ان القصة بتعتمد على نظرية التايم لاينز المختلفة، وده اتاح لهم بكل سهولة يخلوا من كل شخصية نسخة شريرة ونسخة طيبة، وكمان بيتيح لهم الفرصة يتوسعوا في القصة بشكل أكبر عشان الأجزاء اللي جاية. وده فكرني بلعبة إنجاستس اللي قصتها قايمة على العوالم الموازية وكل شخصية برضو في منها الطيب والشرير. فقصة عالم مورتال كومبات اتشقلبت بشكل كبير وما بقتش ماشية في نفس المسار بتاع الأجزاء اللي قبل كده، وده بالتالي جاب لنا شخصيات جديدة في اللعبة مثيرة للاهتمام من ناحية قصتها. ففي ثلاث شخصيات بلايبل جداد تماما على السلسلة، كوليكتور واللي ليه دور في الأحداث الجديدة والمميز فيه بشكل كبير هو الأنيميشنز بتاعته وأسلوبه في اللعبة بيعتمد على الضربات السريعة قصيرة المدى، وجيرس وده من الشخصيات المهمة جدا جدا في أحداث اللعبة لأنه بيستخدم قدرة التحكم في الزمن في القتال. وثالث شخصية هي سيتريون واللي تعتبر شخصية مهمة جدا مش في أحداث القصة بس بل في أسلوب القتال بتاعها، لأنه مختلف بشكل كبير عن الشخصيات العادية أو أسلوب القتال العام بتاع اللعبة. فهي بتعتمد بشكل أساسي على الضربات السحرية ذات المدى البعيد وكومبهات صعبة جدا جدا ومعقدة قوي، بس لو حد احترافها أنا شايف إنه يقدر يخلص فايت كاملة من غير ما المنافس بتاعه يقرب منه أصلا، لكنها شخصية صعبة قوي عموما وبتضيف أساليب جديدة للقتال في اللعبة. في سكنات للشخصيات في اللعبة بتقدر تفتحهم كمكافأة على اللعب، والسكنات دي اما للشخصيات يا اما الادوات اللي الشخصيات بيستخدموها. والجميل في الموضوع ان في سكنات الاجزاء الاولى من اللعبة اللي هي الشخصيات القديمة موجودة في الجزء ال11، زي مثلا شخصيات ايقونية زي سكوربين او ساب زيرو موجود شكلهم القديم بتاع زمان بالاضافة لشكلهم الجديد، وشخصيات كمان مشهورة زي ريدين او لوكانج او كونغ لاو موجود برضو شكلهم القديم والجديد بنسخهم الشريرة والطيبة على شكل سكنات في اللعبة، بالاضافة لبعض سكنات الاسلحة والاقنعة والادوات اللي الشخصيات بتلبسها او تستخدمها، وكلها حاجات شكلية ملهاش تأثير على أسلوب اللعب، إنما الستايل حاجة ليها تأثير على أسلوب اللعب بشكل كبير جدا. فكل شخصية ليها مجموعة ضربات معينة أنت لازم تحددها قبل ما تخش تلعب الجيم عن طريق حاجة اسمها الستايل. بالطبع الضربات العادية كلها متاحة زي مثلا رجل يمين أو شمال أو إيد يمين أو شمال بنسخهم مختلفة إذا كانت لايت أو هيفي أو أوفر هيد أو غيره، لكن الضربات الخاصة شوية مش بتقدر تستخدمهم كلهم ولازم تحدد منهم 3 ضربات بس بناء على الستايل بتاعك، وده بيخلي الفايس متوقعة شوية وبيضيف ليها عامل صعوبة بيزود المنافسة بين اللاعبين واللي بيخليها تنافسية بشكل أكبر بكتير جدا من قبل كده، لأن بقى في جانب تخطيطي كبير مش مجرد احتراف الشخصيات وبس، بقى لازم تخطط للفايت بتاعتك قبل ما تخشها وتشوف نفسك بيلعب ازاي عشان تكوتر الستايل بتاعه، واللي بيدل بشكل كبير على اتجاه اللعبة الحالي وهو الإي سبورتس، لكن في نفس الوقت ما اهملوش القصة زي لعبة انجاستس 2 مثلا اللي اتجه برضو انها تكون لعبة تنافسية بشكل اكبر وتعتمد على الاي سبورتس لكن اهملت القصة. فمورتال كومبات 11 حققت الحاجتين دول مع بعض، قصة الجزء ده مهمة جدا ومدتها طويلة حوالي 6 ساعات من الاحداث المكثفة السريعة اللي بتضم كل شخصيات اللعبة القابلة للعب وبعض الشخصيات الغير قابلة للعب. الشخصيات انا شايفها بنسبة كبيرة جدا بينهم بالانس كويس، بالاخص بعد اضافة نقطة تحديد الستايل، ودي مهمة جدا بالاخص بعد وجود شخصية زي سيتريون في اللعبة لانه كومباتها قوية جدا ومعقدة جدا، ولو كان مسموح للاعبين يلعبوا بكل الضربات بتاعتها هتبقى مش بالانس خالص، على عكس شخصيات تانية زي لو كانج اللي اقوى من باقي الشخصيات بسبب سرعته، ضرباته كلها سريعة جدا واللي بيديلك الفرصة انك تعمل كومبات اسرع وتكسر الكومبو بسهولة جدا عشان تتفادى او تصد الضربات، بالاضافة انه عنده كيك سريعة جدا البري انيميشن بتاعها صغير واللي بيخلي وقعها او صدها امر صعب جدا، لكنها على الاقل هي هاي كيك ولو انت موطي على طول مش قادر يعملها فيه خالص، لكن لا يزال اسرع من باقي الشخصيات وضرباته ليها رينج مش قليل، فعنده شويه افضليه عن باقي الشخصيات حاليا، وده واضح جدا في الاونلاين لان كل اللاعبين اونلاين بيلعبوا بيه هو بس ولازم يتعملوا نيرف قريب، لكن ده طبيعي في اي لعبه فايتنج بتركز على الاونلاين والتنافس بين اللاعبين وفيها نظام رانكد، هو ان اللاعبين دايما بيلاقوا حاجه تكسر بالانس اللعبه والمطور بيبقى لازم يعمل ابديت يظبط البالانس ده تاني.
لعبة دموية جدا كالعادة، فهي غير مناسبة خالص للأطفال كالعادة برضو، فيها عنف شديد قوي كالعادة، والشخصيات برضو متصممة حلو جدا، والأنيميشنز بتاعتهم كلها ممتازة بلا أي استثناء. واللي عجبني بقى هو الفويس لاينز اللي بيقولوها لبعض، فكل شخصية بتقول فويس لاين معين للشخصية التانية قبل ما يحاربوا بعض، والفويس لاينز دي بتختلف على حسب السكين بتاع الشخصية إذا كان مثلا طيب أو شرير. All right then, Sergeant. Let's see if you can take me. بيكون فيها تلميحات مباشره لاحداث في قصه اللعبه اذا كان الجزء الحالي او حتى من الاجزاء القديمه. المشكله الوحيده في الصوت بالنسبه لي لما بتعمل فيتال بلو، اصوات الضربات او اصوات التالم بتاعه الشخصيات هي الاصوات الكلاسيكيه لمورتال كومبات ومتكرره بطريقه ملحوظه جدا. كان هيبقى الطف لو استخدم مؤثرات صوتيه جديده مع لمسه من الاصوات القديمه عشان تضيف جانب نوستالجيا في اللعبه احسن ما اعتمد بشكل كامل على مؤثرات الكلاسيكيه بس. لكن غير كده هي لعبه ممتعه جدا من ناحيه القصه الغنيه بالاحداث، عدد الشخصيات الكبير، وجود جانب تخطيطي كبير في اللعبه بيخليها تنافسيه بشكل اكبر، مع وجود بالانس بشكل كبير جدا بين الشخصيات، ما عدا بعض الحاجات البسيطه جدا اللي ممكن تتحل بابديتس صغيره قوي بسهوله. فاحنا كده نكون وصلنا لنهايه المراجعه بتاعتنا. يا ريت لو عجبتك المراجعه تعمل لايك، وانت جديد في القناه واول مره تشوفنا يا ريت تعمل سبسكرايب، ولحد الفيديو اللي جاي سلام.